تمام، هذا الراوتر الاي دي ماكس، جودة الخط 12 وجايب لي السرعة 4، ما كانش بيجيبها كده نهائي. اهو هفتح حاجة نعمل لها داونلود. الداونلود بينتهي، السرعة جايبها الأربعة ميجا سلام قدامي اهو. هعمل اغلاق وهعمل داونلود تاني علشان نتأكد برضو انه جاب السرعة 4 ميجا. تمام، جايب الـ4 ميجا قدامي، وما شاء الله بزيادة كمان داخل على 5 ميجا. هوقف. عايز احط الراوتر التبلينج، عايز أكد دي ما شاء الله، دي جميلة هي دي. حلوة بس هي مشكلتها مفيش فيها ايه بايظ مفيش مثلا فيها ايقاف. لازم تلغي التسجيل من جديد. تمام، انا عايز كرتونة ميد ان تايوان، ده اللي هو الراوتر الاي دي ماكس. طبعا الراوتر اللي كان راكب كان التيبي لينك ده، وكان بجايب وكمان 300 ميجا وايرلس وحاجات من دي، 4 بورت، كان جايب السرعة 2 ميجا بس، وكان بيقطع النت كمان. تمام، عشان الناس اللي بتشتكي من تقطيع النت عند بعض العملاء، ده لازم يكون من الراوتر بتاعك، فلازم تحط راوتر نظيف.